ربما يكون قد صدر منا شي حاجه ولا هذه المحطه كنطلب من الاخوان كاملين يسمحوا لي ربما يكون صدر مني شي حاجه ولا عن قصد ولا عن غير قصد. المهم انا كنطلب منكم السماح. اما انتم ما درتوا انا بالنسبه لي انا ما درتوا لي والو انا مسامح لكم الشيء اللي كاين. ونقطه ثانيه كنشكر الاخوان اللي الحقيقه ان باقي الخير في الاسره نتاع التعليم الاخوان اللي يعني شقاو باش داروا هذا التكريم. في الواقع انا والاستاذه كان عندنا راي اخر نديروا غير واحد حفله شاي وناخذوا الصور مع بعضياتنا ونصرفوا كل واحد. بغينا نكونوا خفاف كما كنا دائما ولكن الاساتذه اصروا على يعني إقامة هذا الحفل وهذا يدل إنما إن دل على شيء فإنما يدل على أن الأسرة تاع التعليم باقي فيها الخير. النقطة الثالثة اللي بغيت نقولها لكم وهي بغي واحد وصايا كونوا إخوان متضامنين إخوان متحابين متعاونين وسيرتو متسامحين. لأن أنا راني قضيت واحد المدة يعني 38 سنة أي محطة البارح بديت وهذا دابا كملت شنو ديت معايا ما ديت معايا والو. المهم كنأكد على هذه القضية أن الإنسان خصو يكون دائم لأن ربما حنا دابا كنخدمو يعني عن قرب يعني واحد قدام واحد ربما يكون خصنا نكون نتسامحوا حنا نقبل الآخر. يعني هذه مؤسسة كنخدم فيها أنا وتخدم فيها أنت دير الواجب ديالك والإنسان يمشي لحالو. المهم والنقطة الأخيرة أن الإخوان كاين بعض الإخوان هنا بحال سي ميلود سي بوراس ما ديروش عليه وإنسان أستاذ معنا ما كاينش هنايا كنت درت هذه النقطة باش نوصي عليه هو عنده شوية الميزان تاع الهضرة ماشي ولكن أوفون القلب ديالو طيب. المهم تقبلوا الهضره ديالو هكاك داير. وفي الاخير كنشكر الاخوان بزاف والسلام عليكم.